السلام عليكم ومرحبا بكم متابعي الاوفياء، مرحبا بكم، مرحبا بالناس الجداد اللي اول مره كيزوروا القناه. كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. قناتي دائما كتقدم جديد الاخبار الفنيه، جديد المسلسلات المغربيه وايضا التركيه. واليوم كيف ما كتشوفوا غادي نقدموا هذا الفيديو خاص بالفنانه المثيره للجدل مريم الزعيمي. غادي نهضروا اليوم شويه على حياتها الشخصيه، على العائله ديالها، وعلاش مريم الزعيمي كتفضل ان العائله ديالها، او لاشنو السبب الحقيقي اللي كيخلي مريم انها تخبي. كرام، نتمنى منكم توقفوا معايا واحد الوقفه صغيره، الله يسهل عليكم ويفرحكم. قناتي تعرضت لبعض الهجومات، وهجومات قاصحه شويه اللي اثرت فيها، فدونك بارطاجيو ليا لا فيديو الله يسهل عليكم. خلوا لي التعاليق ديالكم هكا باش ما تصنيراش ليا القناه، وتبقى دائما قناه بوتيك ياسمينات 1983 وتبلغ من العمر 38 سنه. متزوجه ولها طفل، تفضل ان تخفي حياتها الشخصيه بعيده عن الانظار وعن لي ريزو سوسيال. سولوها الصحافه وقالوا لها علاش كتخبي ولدك وراجلك، قالت لهم هذه حريتي الشخصيه وانا كنفضل انني نخبي ولدي وهذا نبعدهم على لي ريزو سوسيو. كتلقاي واحد وجالس ورا الكلافي وكيبدا بالانتقادات السلبيه، في حين انه كيكون هو كفس يعني كله عيوب وكله سلبيات. فدونك انا هذه حريتي الشخصيه ونتمنى من الجمهور المغربي انه يحترمني فحياتي الشخصيه وانا كنخليها بعيده على الانظار. مؤخرا اثارت الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صوره وضعتها على الانستغرام ديالها. هذيك الصوره هي صوره لفيلم كتمثله وحطات هذيك البوستيره، فدونك كلشي انتقدها، خصوصا ان هاد الصوره النص ديال ظهرها كله باين والجمهور ما عجبوش الحال وبقاو كينتقدوا فيها، خصوصا ان يعني حتى الملابس ديالها حتى هي يعني عقبوا على من ورا الصوره مباشره، عقبوا حتى الملابس ديالها يعني شويه مثيره. مريم الزعيمي حطت تغريده بخصوص هذا الموضوع وقالت الناس تساؤلات والحياه اجابات. اهم ادوارها بنات لالا منانة، دار الغزلان، كنزه في الدوار، فوق السحاب. اما بداياتها الفنيه فكانت سنه 2008، بالاضافه انها شاركت في العديد من الادوار الثانويه الى ان برز نجمها في المسلسلات الرمضانيه. ثم فين ظهرت مريم الزعيمي وبدا النجم ديالها كيسطع، وايضا المسلسل سر المرجان حتى هو لقى واحد الاقبال ناجح، حتى هو ساعد على انه يزيد في الشهره ديال مريم. اما اهم المسرحيات اللي شاركت فيها فكانت مسرحيه شقائق النعمان، الحر بالغمزه، شكون فيه الديفو، وضيف الغفله. اما بخصوص البرامج حتى هما اللي كانت شاركت فيهم فكانت جزيره الكنز، ضيفه شرف على رشيد شو، وايضا ضيفه شرف على كي كنتي كي وليتي، وايضا ضيفه في برنامج جاري يا جاري، وايضا منافسه بخصوص دورها في مسلسل المكتوب. هذا المسلسل اللي لقى ضجه اعلاميه كبيره وواسعه واللي حتى هو حقات منه الشهره كبيره اكيد. فكيف ما كتشوفوا القصه كتحكي على جوج خوت كانوا غادي مسافرين مع بعضياتهم، فجاه داروا كسيده، مات الاخ ومرت الاخ، وبقى الاخ الاول مرته ماتت والاخ الثاني مات ومرته بقات، وهكا بحكم انهم عائله وعائله كبيره وعندهم مشاريع ديالهم، فقرر الاب ديال هاد العائله انه يزوج الاخ بمرت الخو ديالو باش يبقى الشمل مجموع وباش عائله عمر المعطاوي ما يتشتتش الشمل ديالها. وهنا الباتول غتحكم من الدور ديالها اللي غادي تكون فيه هذيك السيده اللي مغلوب على امرها. الصراحه انا والله الا كتبقى معايا وكتبقى معايا تالوكا اللي محطوطه فيه، يعني سيده مزوجه هذه 15 عام
من الزوج، الزوج مع امه ما شاف فيها، رغم ان كيف ما كتشوفوا في التصرفات ديال باتو لانها كتبغي سي عمر وانها يعني عزيز عليها، خصوصا ملي دخل عليها الزوجة الثانية، يعني بدات كتشوف في راسها كتقول انا شريت، خاصني ندير البوتوكس، خاصني. فدونك يعني هنا كيبان لك ان الباتو كتحماق على السي عمر وكتبغي، رغم ان السي عمر ما كيشوفش فيها، يعني في هاد الموقف اللي فيه الباتول الصراحة موقف لا تحسد عليه. وهكا هي كتدرج هاد التصرفات ديالها وهاد الإحساس اللي كتحسو، يعني كيبان في الشخصية ديالها اللي كتبين راسها بزز منها أنها شخصية قوية، بزز منها أنها، وأيضا حتى لاحظتو كتبان لك أنها خايفة على العائلة، ما بغاش تتشتت، بغى العائلة تبقى مجموعة. بيني وبينكم لو كانت شي وحدة في بلاصتها أشنو كانت غدير؟ خوتي خواتاتي خلوا لي تعليق بخصوص هذا الموضوع. صراحة المسلسل مازال الأحداث ديالو ما بانتش كلها وما واضحش كلها، ولكن أكيد الأحداث غتكون شيقة شيقة شيقة. نتمنى الفيديو خوتي خواتاتي ينال الإعجاب ديالكم، الله يفرحكم والله يسهل عليكم، وكيف ما قلت لكم بارطاجيو لاشين باش هكا ما تضربش ليا لأنني تعرضت لواحد الهجوم على القناة. فنتمنى يا ربي إن شاء الله ننقذ هذه الأزمة أو هذا الهجوم اللي وقع لقناتي. فتابعوا معايا، بارطاجيو، خلوا لي التعاليق الزوينه ديالكم، ودائما في امان الله، والله يفرحكم والله يسهل عليكم ويعطيكم ما ناويين في خاطركم.